سي نزار ساعه مبروك عليكم ربح في الكوري، ما ريناكمش من وقتها، انا واحد من الناس ما ريتكمش. وماتش بلجيكيا ظهر لي سي لوكازيون او جامي دو كونفيرمي البات الجديده اللي في المنتخب واللي ريناها سورتو من المدرب الوطني، على خاطر الى انسيست جورج ليكينس اللي هو يونيكمون ان غون ماناجير، مي بار كونتر المدرب الوطني هو نزار خنفير. انا كونفيرمي احنا في الماتش نتاع كوريا بعد ماتش كولومبيا، الماتش كولومبيا اون افي اون بريستاسيون بلوز موان اونورابل، ماتش كوريا اون لا كونفيرمي الحمد لله روحنا بنتيجه ايجابيه. حاليا مش كملوا الاستعدادات نتاعنا مع المباراه الثانيه اللي هي مباراه بلجيكا. مباراه بلجيكا ما يخفاكمش اللي عندنا مدرب اسمه جورج ليكانز واللي هو بلجيكي ويعرف لي ديتاي دي ديتاي دو ليكيب ناسيونال بلج، دونك اوتوماتيكمون اون فا شانجي ان بو سور لو بلان تكتيك سور لو بلان ميم حتى كيلكو جوار بور بوفوار كونتري معناتها ليكيب بلج بحسب اللي يعرفها هو بحسب المعرفه نتاع جورج ليكانز على المنتخب البلجيكي. احنا توا حاليا باش نحاولوا بقدر الاستطاعة باش ناخذوا معاه باش او موا الخطه هذه تنجح ضد مباراه بلجيكا، ربي يوفقنا. سي نزار قول لي فما دي جوار سيفري تبعوا فيهم عندكم مده، مازلتوا كيريتوهم هوني سور بلاس، ما نحكيش على ولاد الاسبوار، نحكي على سليم وعلى بلال، باسكو سي ايتي اون بيل ديكوفيرت بور لو ستاف دو ليكيب ناسيونال. اكزاكتومون، معناتها وقت اللي انا عملت كونفوكاسيون انا بيرسونيلمون الوحيد اللي كنت نتبع فيهم ومعناتها ونعرفهم حق المعرفه اون لا كونفوكي، مالغري سا الميديا بليز او موان ما عجبتهاش الحكايه، نوزا بليز او موان اتاكي في الحكايه هذه، الحمد لله ربي وفقنا اعطاو روندمون اللي نحبوا عليه، فهمت؟ ا مومون دوني سورتو بلال الى اكسيلي في البوست هذا وان شاء الله يكمل بالطريقه هذه، على خاطر بور ان ماتش ما نجموش نحكموا عليه اون فوا بور توت، ولكن احنا نعملوا المستحيل باش نعاونوا بقدر الاستطاعه باش نعاونوا في الافكتيف نتاع ليكيب سينيور كان ثم امكانيه باش تعطوا دعم، كسوا يلعب في تونس ولا خارج تونس، مي حاجه برك نقولها معناتها كي نجيبوا واحد نعطيوه الفرصه نتاعو ونشجعوه، سي سا ليسونسيال، معناتها احنا نعملوا المستحيل باش نكونوا نعطيو لو بلوس بور ليكيب ناسيونال. سي نزار اون ديرنيغ كيستيون، البارح نحكيو مع سيوسف الزواوي المدير الفني للمنتخبات، حكينا لنا ان بو سور هو سا فيلوزوفي واللي الى ان بو ترونسميز للستاف تاع ليكيب اون اللي هو ينادي ثلاثة ديفونسوريت في الاكس، اسكو سافا اتر معناها لا فيلوزوفي دون توت لي جينيراسيون اللي جايين ولا كيفاش؟ معناها اسكو سي هاو نشوفوا توا وبعد اون فيرا والا حتى عندك في الاولمبيك وفي الكادي كل باش نمشيو في الثلاثة وكهو. خلينا نكونسونتري ماتش بلجيكا، احنا اوني كونسونتري على ماتش بلجيكا، اون اون تران دو بريباري، كل ماتش عنده وزنه، كل باش الماتش عنده سا فيلوزوفي، كل ماتش عنده اسراره. ليكيب ناسيونال سورتو ما تقفش على فورمول واحده، على كونسيبت واحد، تو ديبون دو لادفيرسير، تو ديبون دو لا فورم اي دو ليفيكتيف اللي موجود على ليكيب ناسيونال بور بوفوار فير اون تكتيك ابروبريي. هل مش تصعب عليهم اللي غابوا في الماتش الكوريا وماتش بلجيكا؟ مش تصعب عليهم مش عاودوا يدخلوا في ليكيب ناسيونال؟ لا بالعكس، لا كونكورونس هي اهم حاجه، معناتها معلي كان اي انسان يوري المقدره نتاعو الجاهزيه نتاعو باش ينجم يستحق ليكيب ناسيونال، وقت تقوى الكونكورونس سي نورمال نيفو يطلع. يا عايشك سي نزار.